منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ على حسابه الرسمي على تويتر الناجحين والناجحات في امتحانات شهادة البكالوريا، ويتمنى الحظ الأوفر للراسبين في الدورة القادمة. الحمد لله يا ربي على النجاح هذا، فرحنا رواحتينا، فرحنا والدينا، فرحنا لي بروف تاعنا، ويعقوم النجاح لواحد اخرين ان شاء الله. الحمد لله يا ربي تعبنا ونجحنا. ما جابوش نقول لهم كيما انا يعني مثال قدامكم، انا اللي فات ما جبتوش، وهذا العام راني زيرت وجبتو وما تفقدوش ليا. النسبة الوطنية للنجاح في شهادة البكالوريا تبلغ 58.75%، وفرحة النجاح تعم جميع أرجاء الوطن لكل من زرع الجد والعمل والمثابرة. وفي النشرة رصد لتباشير الفرحة لدى المتفوقين الأوائل. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمصادقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وعروضا تخص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرضع وتهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022-2023 وتوسيع ميناء جنجر. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم يترأس اجتماع لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمصادقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا عروض تخص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرضع وتهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022-2023 وتوسيع ميناء جنجن. في الحدث التربوي وعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الناجحات والناجحين في شهادة البكالوريا عبر حسابه الرسمي على تويتر. جاء فيه: تهنية لكل الناجحات والناجحين في امتحانات البكالوريا، تمنياتي لكم بالتوفيق في مشواركم الجامعي، حظ أوفر للراسبين في الدورة القادمة بحول الله. وأجواء الفرحة عمت جميع أرجاء الوطن فور الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، كما تابعتم على المباشر في مختلف مواعيدنا الإخبارية عبر قنوات التلفزيون الجزائري والامتياز بأعلى معدل في امتحان شهادة البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح بها هذه السنة 58.75% على المستوى الوطني. كان حليفة تلميذة إيمان بن عباس من ولاية باتنا بمعدل 19.55 في شعبة العلوم التجريبية. وتبشير فرحة التلميذة المتفوقة كانت عبر الهاتف حين أبلغها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد بالتفوق وبامتياز وطنيا. ألو، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكي بنيتي؟ لاباس؟ يا خير، راني مع بنتي بن عباس إيمان. أي نعم، بن عباس إيمان. راكي اجتزتي البكالوريا تاعك شعبة العلوم التجريبية. أنا سعيد جدا عيطت اليوم باش نعطيك السبق في النتائج تاعك، لأنك متميزة. أولا راكي ناجحة في بامتياز في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الشعبة دور 2022. راكي مصنفة الأولى وطنيا. ما شاء الله، شكرا. أنت هي الأولى على مستوى الوطن بمعدل نجاح 19.55. ما شاء الله، شكرا جزيلا للخبر. إذا مبروك عليك بنتي، هنيئا لك، هنيئا لأسرتك، تحياتي الخالصة للوالدين الكريمين تاع
تحيه كذلك للمؤسسه والفريق الاداري والتربوي في المؤسسه تاعك اللي قريتي فيها، لانهم ثاني عندهم دور كبير في هذه النتيجه هذه. ونتمنى لك كل خير وكل نجاح ان شاء الله. ماما بابا تدخل 19.55. ما شاء الله مبروك على بنيتي ما شاء الله. كل شيء مبروك. ما شاء الله. المتفوقة الأولى وطنيا، ليس النجاح والامتياز بغارب عليها، فهي التي لطالما كانت الأولى التلميذة بن عباس إيمان تطمح اليوم أن تكون امتدادا لتخصص والدها فتصبح طبيبة تفخر بها الجزائر. يونس لك حالديب. أن تتصدر إيمان بن عباس الترتيب وطنيا ليس محض الصدفة، وإنما هو نتاج سنوات من الجد والاجتهاد لتتحصل اليوم على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز. الحمد لله، الشكر الأول لربي سبحانه اللي وفقني لهذا النجاح. لولا ما كنتش نقدر نلحقه. شعوري الآن كله امتنان لربي سبحانه، من بعد أولا الوالدي اللي تعبوا معايا والمدو للدام، ثم الطاقم التربوي ككل. هذه ثمرة تاع الجهد والمثابرة والتعب، نسميه بالمختصر ثمرة تاع الجهاد، جهاد في سبيل العلم منذ سنين. كل شيء مبروك بنتي، العقوبات الشهادات العليا إن شاء الله يا ربي. ولأن الوالد قدوة ابنته، تطمح إيمان دراسة الطب وتنتهج سيرة والدها الطبيب. هي في الحقيقة عشت في عائلة فيها بزاف ميول للطب، عندي بزاف سواء اللي راهم يقراوا طب ولا اللي راهم أطباء ديجا في عائلتنا كاملة، لذلك حاسة باللي أنا أيضا نتوجه لهذا التخصص أكثر شيء. حققت أعلى معدل في بكالوريا 2022 بامتياز، معدل 19.55، معدل يثبت أن المنظومة التربوية الجزائرية تسير في الطريق الصحيح. إيمان التي تصدرت الترتيب طيلة مسيرتها التعليمية هي اليوم كلها عزم على مواصلة التفوق خلال الدراسات العليا، فبالتوفيق والنجاح. وعلى غرارها هنأ وزير التربية الوطنية التلاميذ الأوائل الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، حيث زف الخبر السعيد عبر الهاتف مهنئا التلميذة منار مرداس من ولاية جلمة، والتي تحصلت على المرتبة الثانية وطنيا بمعدل 19.23 في شعبة العلوم التجريبية. ألو، السلام عليكم. واش راكي منار؟ لاباس الحمد لله. او معاك وزير التربيه الوطنيه. متشرفين. انت يا بنتي مرداس منار، هذا هو الاسم تاعك؟ نعم. انا عينتك بنيتي العزيزه باش نخبر بنتي باللي باش راكي نجحتي بامتياز في امتحان شهاده البكالوريا لشعبه العلوم التجريبيه بعنوان الدوره 2022، وراكي المعدل تاعك تاع البكالوريا راهو 19.23. الحمد لله. حفظكم الله، تحياتي لكم كل، وبارك الله فيك بنتي. ثاني أعلى معدل إذن على المستوى الوطني حصلته التلميذة منار مرداس. منار، مثابرة فطموح فتفوق. ابتسام جوي. هذه شهادة المستطيل الذهبي للسنة الدراسية 2019-2020، وأين كانت التلميذة مرداس منار نجمة ساطعة في المؤسسة، أي الأولى على مستوى المؤسسة بمعدل 18.43 وهي من السنة أولى ثانوي. منار مرداس كانت تظننا ننجز روبورتاجا حول انتظارها لنتائج البكالوريا عندما كلمها وزير التربية الوطنية ليزف لها خبر التميز. نجاح جاء بعد كد وجد كبيرين. المشوار الدراسي تاع التلميذ راهو ما يبداش من الليسي وما يبداش من الترمينال، راهو يبدا من اللي يبدا يقرا من الابتدائي ويحضر في روحه ويوجد في روحه، خاطرش البكالوريا راهي ثمره 12 سنه دراسه. والده منار لعبا دورا كبيرا في تفوقها.
كنا ننتظر يعني انها تكون هي متفوقه على مستوى المتقن زنطر سليمان. تفاجأت بهذا المعدل ويعني الفرحه لا توصف، شعور لا يوصف. يعني انا كنت نقول لها ما انا اخدمي عادي كيما موافقه انك تخدمي في المتقن، اخدمي عادي ما تخافيش شهاده البكالوريا حليتي، هي تعبت العام كامل وهي تتعب. هكذا عمت الفرحة أرجاء منزل منال مرداس وهي تنتظر ووالديها أن تكرم من طرف رئيس الجمهورية. المرتبة الثالثة عادت إلى تلميذة تراك فدوى من ولاية عين الدفلة التي تحصلت على معدل 19.23 أيضا في شعبة العلوم التجريبية. كان في تهنئتها هاتفيا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. راني مع بنتي تراكا فدوى. نعم. شوفي بنتي، عيطت لك اليوم باش نخبر بنتي بلي باش راكي نجحتي بامتياز في شهاده البكالوريا. الحمد لله. والمعدل تاعك الوطني هو 19.23. التلميذه اللي تصنفت الثانيه قبلك عندكم نفس المعدل تاع امتحان شهاده البكالوريا. علاش هي الثانيه وانت هي الثالثه؟ لانه هي في المواد الاساسيه انت عندك 19.50 وهي عندها 19.66. تحياتي ليك والوالدين الكرام وكل من ساهم واطر نجاحك ان شاء الله، لا سيما الاساتذه والاداريين ان شاء الله. شكرا. تراكا فدوى ثالث أعلى معدل على المستوى الوطني، تفوقها وبعد فرحتها صنع فخر أهلها والجزائر. البورتري لمنال عبديش. مرتبة ثالثة وطنيا، معدل 19.23، معدل مواد أساسية 19. هكذا كانت الأجواء في بيت عائلة تراكا بخميس مليانة ولاية عين الدفلة بعد نجاح ابنتهم البكر فدوى في شهادة البكالوريا بتقدير امتياز لتحتل بهذا المرتبة الثالثة وطنيا. أسعد إنسانة. أول فضل الله سبحانه وتعالى هو اللي وفقنا، ثاني الفضل الوالدين أنه ما خلاوش عبسة ما داروهاش على جالي، ثالثا فضل الأساتذة وشهادة البكالوريا اللي هي أجمل وأعظم يعني وأروع يعني نتيجة الحمد لله. إحساس شعور ما تقدرش تعبر عليه، الحمد لله يعني تعبت ونالت. نجاح فدوى المتميز في شهادة البكالوريا كان بفعل اجتهادها وإصرارها على التفوق في الأطوار الدراسية الثلاث. جلست في هذا المكان هنا قررت رسم خطة حياتي إن شاء الله للبكالوريا وإن شاء الله للمزيد من النجاحات. صراحة قد فرحت جدا، فرحتي لا تعبر ولا توصف. الدولة ما قصرتش معنا، وفرت لنا كل الشروط يعني المدارس الكتب المناهج التعليمية. الحمد لله دوكا دورنا أن نرجع لهم الخير نتاعهم والفضل نتاعهم، يعني الزرع نتاعهم سيثمر إن شاء الله. تلميذة ممتازة يعني في الناحية العلمية والناحية الخلقية، وديرتها مثل الأعلى في التلاميذ، وهي اللي نحفز بها التلاميذ. كنا نتوقع لأن مستواها ممتاز. افتكاك فدوى لتأشيرة ولوج الجامعة بداية مرحلة جديدة، تحدياتها وأهدافها تحقيق المزيد من النجاح والتألق. وعن فئة ذوي الهمم هنأ أيضا وزير التربية الوطنية تلميذة أسماء قعقاعي من ولاية خنشلة المتحصلة على معدل 18.10 في شعبة أداب وفلسفة، صاحبة أعلى نقطة وطنيا في مادة الفلسفة في 17.50. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مع بنيتي قعقاعي أسماء، كيف الحال؟ الحمد لله. لاباس؟ لاباس. على بالك بنتي العزيزة شعيبت لك اليوم؟ نعم. هذه وزير التربية اللي يهضر معك باش يبلغك باش يفرحك لأنك نجحتي في البكالوريا بامتياز ونجحتي بتفوق. عندك المعدل تاعك، المعدل تاع البكالوريا 18.10. ونزيد نعطيك معلومة أخرى، معدل مادة الفلسفة تاعك، أنت شعبة فلسفة دونك هذه مادة أساسية تاعك، راكي انتي عندك 17.5 اعلى معدل وطني،
والدولة دير في كل مجهود إن شاء الله باش تنجحوا وتروحوا بعيد، ولكن ما شاء الله مديتي القدوة ومديتي المثل ومديتي التحدي، رفعتي تحدي كبير، وهذا راح يكون مثل أعلى لكل اللي عندنا اللي عندهم تحديات البصرية، اللي يشوفوا بلي بقدروا يحصلوا على نتائج ما حصلوش عليها المبصرين. ولأنها صاحبة همة لا تعيقها الإعاقة، تمكنت التلميذة قعقاع أسماء من رفع تحدي البصر وحصد التفوق بتحصيل أعلى المعدلات في هذه الفئة. البورتريه لعجروت سفيان. من يابوسي خنشلة، نجاح باهر في شهادة البكالوريا. أسماء رغم أنها من ذوي الهمم بعزيمة وإرادة كبيرة تحتل المرتبة الأولى وطنيا. أشكر والدي وكل العائلة الكريمة لأنهم يعني كانوا السبب في هذا النجاح. أشكر يعني كل الطاقم التربوي وكل أساتذة الأستاذات يعني زملائي يعني في المؤسسة في الثانوية. اليوم غير الفرحة تنقرنت وكذا، ولا عندي طفلة دات الباك بمعدل ما شاء الله، وما هذا النجاح هذا كل بفضل التعب نتاعنا والمجهودات، كل الثقة كل الجهد باش نثابر ونجا على جالتها. هي كانت قدوة مش فقط للتلميذات وزميلاتها، كانت قدوة حتى لل الموظفين الإداريين الأساتذة للعمال. أصغري الفرحة تم قرنت إن شاء الله وغد الباك يعني سلم معدلي حلا، يعني شكرا بابا يما العائلة تجمل يعني ثعبن فلا لباس لباس يعني هلا ذا الفرحة تم قرنت. أسماء أثبتت أن النجاح أساسه الهمة، وأن هذه الشريحة عندما تجد الاهتمام تحقق المستحيل وتكون منبرا للفخر والاعتزاز. وبمدارس الأمة سطع نجم الشبل محمد لمين عقباش من ولاية سطيف بتحصيله معدل 18.57 من 20 في شعبة الرياضيات. الشبل تلقى الخبر مباشرة عبر الهاتف من قبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد الذي هنأه بالمناسبة. ألو، راني مع الشبل عقباش محمد لمين، واش راك؟ والله لاباس الحمد لله في نعمه. شوف انا عيطتك اليوم باش نعطيك معلومتين. المعلومه الاولى راك ناجح بامتياز في امتحان شهاده البكالوريا شعبه الرياضيات لدوره 2022. المعدل نتاعك في البكالوريا 18.57، انت الاول في شباب الامه. إذن إنك بطل، وإن شاء الله نشوفوك من بين الأبطال تاعنا الضباط السمون تاع الجيش الوطني الشعبي سالي الجيش التحرير الوطني، ونشوفو كل الأشبال تاعنا إن شاء الله أبطال قوميين أبطال تاعنا إن شاء الله نعتزو ونفتخرو بهم. تحيتي ليك، تحيتي للمدرسة اللي خرجت هذه الكفاءات وهذه المستويات، وبالمناسبة تحية لوزارة الدفاع الوطني على هذه النوعية تاع المترشحين اللي إن شاء الله هذو هم الأمل تاعنا والإسبور تاعنا بخصوص أشبال الأمة. بلغ تحية للوالدين وإن شاء الله مزيد من الانتصارات والنجاحات إن شاء الله. شكرا معالي الوزير، بارك الله فيك معالي الوزير. محمد لمين عقباش شبل تفوق على أقرانه من مدارس أشبال الأمة عبر الوطن بمعدل 18.57 من 20 وبتحصيله معدل 20 من 20 في المواد الأساسية. السعيد بلوميس. بحي بلار العتيق بسطيف تفوح رائحة المسك المعتق بالتفوق والتميز. محمد لمين عقباش الغائب الحاضر نظرا لقضائه 7 سنوات كاملة بين مدرسة أشبال الأمة بالأغواط والبليدة يتلقى التهاني من أهل حيه بعد التتويج ببكالوريا هذا الموسم. يقرأ يصلي تاع الدار برك، يخرج يقصر مع ناس ما مريق لي وقته والله غير يستاهل، فرحنا والله.
امين خونا مبروك عليه، نتمنوا له النجاح ان شاء الله في المستقبل. نفس اجواء البهجه، التهاني والتبريكات يتلقاها محمد لامين في بيته الاول بين مدارس اشبال الامه بمعدل 18.57 وبمعدل 20 من 20 في المواد الاساسيه شعبه الرياضيات، ممزوجه بزغاريد الحناجر ودموع الفرح وايات الحمد والعرفان. وانا في هذه اللحظه فرحه لا توصف، ما نقدرش نقيسها، ما نقدرش يعني، وكل ام كل اب راهي في نفسه مشاعر جيشه وفرحه وتغمره من القلوب. نشكر القياده العسكريه لمؤسسه الجيش الوطني الشعبي على ما قدموه لابنائنا من توفير من وسائل وسائل ماديه وبشريه. ونشكر وزارة الدفاع الوطني اللي وفرت لنا كلش بان حقوا هذه النتائج. أشبال الأمة اليوم بها تفخر، وأسود في ربوع الجزائر تزأر، سليل سليل جيش التحرير الوطني وعماد أفراد الجيش الوطني الشعبي. وعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، سجلت الدفعات ومدارس أشبال الأمة للطور الثانوي هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل 430 شبلة وشبرا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 98.17%. بهذه المناسبة يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهنيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق. تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به المدارس، وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس. نسبة النجاح الوطنية بلغت 58.75%، حسب ما أعلن عليه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أمس في ندوة صحفية أكد خلالها نجاح الدورة ونجاح الجزائر في تسيير الموسم الدراسي رغم الجائحة بفضل القرارات الحكيمة والسديدة للسيد رئيس الجمهورية. بالعابد كشف أيضا عن قرار اعتماد معدل 9.50/20 للنجاح في هذه الدورة نظرا للظروف الصحية الخاصة التي فرضتها الجائحة. يعتبر ناجحا كذلك أيضا في هذه السنة كل من تحصل على معدل 9.5 فما فوق في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2022. هذا المعدل تاع النجاح أفضى إلى نسبة نجاح وطنية بلغت 58.75%. إن أبنائنا الذين اجتازوا من المتمدرسين الذين اجتازوا هذا الامتحان بحمد الله قرابة 60% منهم أي 58.75% تحصلوا على النجاح في امتحان شهادة البكالوريا. بالنسبة لهذه السنة في الدخول المدرسي لهذه السنة بالرغم من بقاء الوباء إلا أننا بقرارات حكيمة وسديدة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبتطبيق محكم كذلك من الحكومة وبتوجيهات من السيد الوزير الأول كذلك رجعنا إلى التنظيم العادي، وكنا من دول ربما التي أقدمت على هذا الإجراء والذي في المحصلة كان له نتائج ممتازة. وفرحة النجاح لا تضاهيها فرحة، ولأنها البكالوريا فلها أن توحد المشهد عبر مختلف أرجاء الوطن. إنه يوم الحصاد المثمر لكل من زرع خلال السنة الدراسية جدا وعملا ومثابرة. عربية الحمد لله يا ربي على النجاح هذا، فرحنا رواحتينا، فرحنا والدينا، فرحنا لي بروف تاعنا، ويعقوا نجاح واحد اخرين ان شاء الله. الحمد لله راني فرحان ديت الباك
واللي ما جابوش ربي يصبروا ان شاء الله العام الجيد. نقول لهم مبروك عليكم قايتيك. الابن تاعي شرفني اول على لاكلاس ديالو القسم الرياضي. واللي ما جابوش نقول لهم كيما انا يعني مثال قدامكم اللي فات ما جبتوش وهذا العام راني زيرتو وجبتو وما تفقدوش ليا. كان يوم يعني مليء بالفرحة والسعادة، لقد أكرمنا الله بعد عناء طويل وبعد اجتهاد طال مدة يعني 12 سنة توجت وكلل تعبي بفرحة. الحمد لله قد أدخلت السعادة على قلب والدي. الحمد لله تعبت 9 شهور وأنا نتعب ونجري ومنا من الحمد لله ربي وفقني جيت 11. الحمد لله يا ربي تعبنا ونجحنا وعقوبة إن شاء الله المقبلين إن شاء الله العام الجاي مقبل عشان الباكور العام الجاي. وفقنا ربي، فضل ربي وفضل الأساتذة، المجهودات، الوالدين، تحصلت على الباكالوريا هذا العام. طبعا عيينا وتعبنا مع التالي النتيجة تنسي كامل هذا التعب. الحمد لله تعبنا ونلنا الحمد لله يا ربي، واللي ما داوش ربي يوفقهم ان شاء الله العام الجاي. وفي يومي النجاحات هنأ العالم الجزائري كمال يوسف تومي عبقري الروبوتات والمبتكر العالمي المقيم بأمريكا هنأ الناجحين في شهادة البكالوريا هذا الامتحان المصيري في المسار الدراسي للفرد والاستثمار القاعدي في كفاءات المستقبل وذلك على هامش زيارته أمس لمقر المؤسسة الوطنية للتلفزيون. يعني شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ويعني شرف هو لي اللي نكون معكم يعني في التلفزيون الجزائري. يعني نتمنى يعني كل ابناء ان يكونوا ناجحين يعني في البكالوريا ونتمنى لهم التوفيق والنجاح يعني في كل النشاطات نتاعهم ان شاء الله. بارك الله فيكم ويعني راني مشوق كما قلت من قبل يعني للحلقات اللي راح يعني نشتغل عليها في المستقبل القريب. مبروك لكل الناجحين وحظ أوفر للراسبين العام المقبل بإذن الله. في موضوع آخر، أشرفت وزيرة الفنون والثقافة سرية مولوجي على إطلاق برنامج وطني للنشر بمناسبة 60 استرجاع السيادة الوطنية، كما تم تنظيم حفل استقبال على شرف الكتاب والأدباء الشعراء المبدعين تكريما لكبار الفنانين الأدباء والمجاهدين وذلك تعظيما لإنجازاتهم في مجال الثقافة والفنون. الحفل تم بحضور وزراء وإطارات سامين في الدولة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسينما والسمع البصري أحمد رشدي. وفي ختام الحفل تم توقيع اتفاقية بين مديرية الكتاب وديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كان لنا الشرف الإعلان عن انطلاق البرنامج الوطني للنشر والإصدار والذي خصص للإصدارات أو المنشورات حول الكتب التاريخية وقصص الأطفال أيضا التاريخية وأعلام الجزائر وحتى كتب فاخرة حول تاريخ الجزائر باللغتين اللغة العربية واللغة الأمازيغية وكذلك في طبعات يعني احتيادية ورقية وطبعات على شكل البراي أيضا. في أخبارنا الرياضية، حل مساء أمس رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بالجزائر في زيارة تدوم يوما واحدا وذلك للوقوف عند المنشآت الرياضية التي سخرتها الدولة الجزائرية لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين المنتظرة في جانفي القادم. كان في استقباله بأرضية مطار هواري بومدينة الدولي رئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف وإطارات منى الفف. سنزور الملاعب الجاهزة للشان وسندرس كل التحضيرات من قضايا النقل التلفزيونية التي أصبحت تشغل الرأي العام نظرا لجماهيرية كرة القدم وسننظر في التحضيرات بعين المكان من خلال زيارة إلى الملاعب قبل 6 أشهر عن الموعد. أعتقد أن كل شيء سيكون جاهزا. لقد اخترنا الجزائر ونحن نعرف أنه يجب العمل أكثر على كرة قدم إفريقية توحد الشعوب في القارة وسنبدأ من قول إن شاء الله لأن كل شعوب إفريقيا لديها خصوصية كبيرة غير أنها تتوحد من أجل كرة القدم بدرجة كبيرة والبداية ستكون من خلال كأس إفريقيا وكأس المحليين بالجزائر وكوت ديفوار.
نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.